والآخرة ورحيمهما. يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلم، اللهم اغفر لمحمد عبد الوهاب وارحمه. اللهم اغفر لمحمد عبد الوهاب وارحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد له في حسناته، وإن كان مسيئا فبعفوك وبرحمتك يا رب تجاوز عن سيئاته. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم اجعل على قبره البهجة والفرح والسرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.